إن إنتاج الأفكار والتمثلات والوعي يكون قبل كل شيء وبصفة مباشرة وثيق الصلة بالنشاط المادي للبشر وبتبادلهم المادي، إنه لغة الحياة الواقعية الحقيقية. فتمثلات الناس وتبادلهم الفكري يظهر هنا أيضا كتجل مباشر لسلوكهم المادي، والأمر مماثل لذلك فيما يتعلق بالإنتاج الفكري، كما يتجلى في لغة السياسة ولغة القانون والأخلاق والدين والميتافيزيقا إلى آخره عند شعب بكامله. إن الناس هم الذين ينتجون تمثلاتهم وأفكارهم، ولكنهم الناس الواقعيون الفعالون، أولئك الذين يشرطهم نموا معين لقواهم الإنتاجية ولنمط العلاقات التي توافق تلك القوى، بما في ذلك أوسع الأشكال التي يمكن أن تتخذها تلك العلاقات. لا يمكن للوعي أبداً أن يكون شيئاً آخر غير الوجود الواعي، هو مجرى حياتهم الواقعية. وإذا كان الناس في علاقاتهم يبدون في الأيديولوجيا مقلوبين على رؤوسهم كما لو كانوا في غرفة مظلمة، فإن هذه الظاهرة تتولد عن مجرى حياتهم التاريخية، مثلما أن انقلاب الأشياء على شبكية العين ينتج عن عملية بيولوجية طبيعية. خلافا للفلسفة الألمانية التي تنزل من السماء نحو الأرض، فنحن هنا نرقى من الأرض نحو السماء. وبعبارة أخرى، إننا لا ننطلق هنا مما يقوله الناس أو يتخيلونه أو يتمثلونه، كما أننا لا ننطلق مما يكونون عليه في كلام الآخرين وفكرهم وخيالهم وتمثلهم، كي نصل بعد ذلك إلى البشر الذين هم من لحم ودم. كلا، إننا ننطلق من الناس في فعاليتهم الحقيقية، كما أننا نتمثل تطور الانعكاسات والأصداء الأيديولوجية لمجرى حياتهم الواقعية انطلاقا من مجرى الحياة ذاك. وحتى الأشباح التي تتولد في الدماغ البشري ما هي إلا إعلاءات تنتج بالضرورة عن مجرى حياتهم المادية، تلك الحياة التي بإمكاننا أن ندركها عن طريق التجربة، والتي تستند إلى أسس مادية. وبفعل ذلك فالأخلاق والديانة والميتافيزيقا إلى غير ذلك من الأشكال الأيديولوجية وكذا أشكال الوعي التي توافق تلك، كل هاته تفقد حينئذ كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتي، إذ أنها لا تملك تاريخا وهي لا تتبع أي نمو وتطور. وعلى العكس من ذلك، فإن الناس عندما يعملون على تنمية إنتاجهم المادي وعلاقتهم المادية، فإنهم يحولون إلى جانب الواقع الذي يعيشونه فكرهم ومنتجات ذلك الفكر. فليس الوعي هو الذي يحدد الحياة، بل إن الحياة هي التي تحدد الوعي. في وجهة النظر الأولى ننطلق من الوعي كما لو كان هو الفرد الحي، أما في الثانية وهي وجهة النظر التي توافق الحياة الحقيقية، فإنها تنطلق من الأفراد الواقعيين الأحياء أنفسهم، وتعتبر الوعي فقط كوعي يتعلق بهم.